لا يكون وطنيا حقيقيا إلا من حافظ على هوية بلده وعلى ثقافة بلده. فمن أراد أن يحيي هذه الذكرى فليحيي في نفسه معاني الإيمان ومعاني الخلق العام لهذا الدين ومعاني الاجتماع البشري الوطني المغربي الأصيل الذي يشكل هويتنا والذي يكون حقيقتنا ومرجعيتنا التاريخية التي عليها تأسست دولة الإسلام بهذا البلد منذ عهد دولة الأدارسة إلى عهد دولة العلويين. إذن البرامج التعليمية الوطنية الحقة إنما هي التي تتأسس على هذا المعنى، والصحافة الوطنية الحقة إنما هي التي تدافع عن هذا المعنى، ووسائل الإعلام الحقة إنما هي التي تربي الناس على هذا المعنى، والإدارات السياسية والحكومية الصادقة إنما هي التي تخلص لهذه الأهداف وتشتغل من أجل هذه المقاصد، والشعب المخلص الحقيقي إنما هو الذي التفع حول ملكه على هذا الصك وعلى هذا البند وعلى هذا الأصل القويم. ومن خان ذلك من هؤلاء جميعا فقد خان الله وخان الوطن وخان أمير المؤمنين. إذا أردنا أن نكون صرحاء في الدفاع عن الوطن فلندافع عن قيم هذا الوطن، فلندافع عن أخلاق هذا الوطن، فلندافع عن قيم هذا الوطن. وإذا أردنا أن نكون صادقين حقا في وطنيتنا فيجب أن نكون فعلا مخلصين للمبادئ التي تأسست عليها أصول هذا البلد وللثقافة التي تشكلت منها حضارة هذا الوطن وتاريخه المجيد، وهذا معلوم من تاريخ المغرب بالضرورة.